هاي، اليوم حنحل sample test الشابتر عن power والfractions. اول شيء نحن المفروض نقرا السؤال كتير منيح لنشوف هن شو بالضبط بدهم، يعني في عندي only one choice correct ولا more than one choice ولا شو بدي اعمل. in the table below only one of the proposed answers is correct، يعني انحسمت only one. write the number of each question and give with the justification its correct answer. تبلش انا باول وحدة 3.12 bar. Which one of these is correct؟ خليني أعمل calculation وتبين عندي على أي أساس بدي أشتغل. بحلها بالأول وبعدين بشوف شو صار معي. يعني اللي عندي إياه 3.12 bar. هاي it can be written as 3 + 12/99. اللي منعرفه نحن من قبل، إذا كان عنا 0.7 for example it can be written as 7/10. 0.5 it's 5/10. 0.4 هي 4/10. طب انا ايمتى بحكي عن البار؟ وقت اللي بيكون عنا 0.3333333 وما عاد خلص الرقم، فيني اكتبها 0.3 bar. As a fraction it can be written as 3/9. إذا كان عنا مثلا 0.25 25 25 etc. we can write it as 0.25 bar. هاي هي 25/99. بينما لو كان عندي بس 0.25 بدون البار فيني اكتبها أنا 25/100. ليش 100؟ لأنه simply we have two digits after the point. ليش 10؟ لأنه عنا one digit after the point. تمام؟ أوكي لنحلها. عنا 3.12/99 إجباري لازم يكون في same denominator. 3 it can be written as a 3/1. Let's see 99 we have to multiply it by 99. To get equivalent fraction I have to multiply both numerator and denominator by the same number. 3 × 99 297/99 + 12/99. نوصل لهون عنا same denominator. بالaddition وبالsubtraction اجباري اوصل لsame denominator، بينما بالmultiplication كنت قلت بضرب numerators by each other والdenominators by each other. بينما اذا كان عنا division keep change flip، I keep the first fraction change the sign from division to multiplication and then change the next one. حنشوفهم ورا بعضهم. هل تنكفي هيدي؟ في عندي addition اجباري لازم يكون في same denominator اللي هو هون 99. في عنا فوق 297 + 12 يعني 309/99. لو ما طلبوا مني simplify وقت اللي بقدر لازم اعمل، يعني 99 هايدي ما في نعملها divide by 2 لانه it doesn't end with even number. بس اذا شفت 9 + 9 = 18، انا لشوف النمبر is divisible by 3 ولا لا بدي شوف sum of its digits. عنا 309 3 + 0 + 9 هي 12، هاي divisible by 3 وهاي divisible by 3. يعني 309/3 هي 103/99/3 اللي هي 33. هاي in simplified form. ونحن اتفقنا حتى لو هن ما قالوا simplify انا طول ما قادرة اشتغل بدي كفي. تمام؟ اوكي فاذا اول وحدة اي جواب طلع معنا صح؟103/33. اوكي وبدي اجباري اعمل justification. طيب second one عنا 3/64 − 3/62/3/62. طيب خليني اكتبها بالاول لنحلها سوا. 3/64 − 3/62/3/62. طيب لنفكر بشكل لوجيك شوي. انا اذا قادرة اعمل simplify بدي اعمل، بس هون الساين
اللي عندي إياها minus. منا times، لو في بس times بيناتهم كنت قلت okay we simplify by 3 power 62، بس بما أنه في minus ما فينا. ولأجي حطه على الكالكوليتر، هيدا الرقم بحد ذاته هو رقم كبير، وهيدا رقم كبير، وبس يطلعوا الأرقام كتير شنيعين بدي أعرف أن أنا عم خبص بشي مطرح. فشو بدي أعمل؟ بما أنه اثنيناتهم same base، خلينا نفكر نعمل factorize. وأنا بالفاكتورايز بدي أخذ the smallest exponent، يعني اللي حيصير هاخد 3 power 62. أخدتها هي common factor. أنا ليه عم فكر بهيدي الطريقة؟ لأنه تحت عندي 3 power 62، فبدي أوصل لمرحلة أعملهم simplify مع بعضهم. طيب 3 power 64 divide by 3 power 62، إذا بدي فكر فيها هون، أنا بعرف وقت بدي أعمل divide، وقت اللي بيكون عندي same base I have to subtract the exponent، يعني 64 minus 62، يعني طلعت 3 power 2. الماينس حأتركه، 3 power 62 over 3 power 62 هي 1 عادي. 5 divided by 5 9 divided by 9 8 divided by 8 كله سوا 1. هون مثل ما قلنا عملنا simplify، طلع عنا 3 square minus 1، يعني 9 minus 1 الجواب حيكون 8. خليني اتأكد طلع معي انا الجواب 8. هيا تاني واحدة. اوكي اتفقنا الجاستيفيكيشن اجباري. next one، the simplified form of a equal x plus 1 over 3 minus 5 plus 2x over 6 minus 1 over 2. خليني اشوف قبل، بدهم simplified form. انا هون في عندي minus، يعني اللي بدي افكر فيه بدي اعمل same denominator. هاي اول خبرية، على اي اساس عنا 3 و 6 و 2، او بدي اشتغل بالLCM وبيطلع عندي انه هي 6، او انه انا قادرة اشوفها لانه الارقام صغار. فاللي حيصير على هيدا الشكل، بدي خلي كل واحدة من الفراكشن تصير 6، لانه مثل ما قلنا قبل بوقت اللي بيكون في addition و subtraction اجباري بده يكون عندي same denominator بالaddition و بالsubtraction. اوكي اللي حيصير كيف ال 3 بده يصير عندي اياه 6، حعمل times 2. وانا بعرف لأوصل equivalent fraction I have to multiply both numerator و denominator، وحتى ما تبين انه times 2 هي بس لل 1 مضطر احط هيدا ال parenthesis. طيب هون صارت 2x plus 1، يعني 2 times x هي 2x plus 1 times 2 هي 2. اوكي بعدين الفراكشن تاني حأترك النيوميريتر مثل ما هو لأنه أساسا denominator 6. 1 over 2 لتصير 6 إجباري أعمل times 3، يعني صارت 3 over 6. هلأ وصلت لمرحلة عندي إياهم كلهم same denominator اللي هو 6. next step شو حتكون؟ same denominator، أنا مفروض أعمل addition أو subtraction طبيعية، هي 2x plus 2 ححطهم مع بعضهم بالأول بعدين بغيرهم. الماينس هي لل 5 ولل 2x، يعني minus 5 minus 2x وعندي minus 3، تحت عنا 6. هلأ حأخذ 2x minus 2x equal to 0، فأنا ما في داعي بقى أكتبها. 2 minus 5 minus 3 يعني هي minus 8 over 6. 2 minus 8 هي minus 6 over 6، يعني الجواب minus 1 اللي هو part A، الانسر A. part 4، the scientific form of هيدا الشيء ال B equal 2 power minus 3 plus 1 over 2 power minus 4. على اي اساس انا بدي شوف الساينتيفيك فورم قبل؟ كلمة scientific notation احنا قلنا فيني انا على الكالكوليتر اتأكد منها، بس كنوت على جنب حيكون في عنا digit شو ما كان point شي times 10 to the power n
ما حقول اي وام وان ونضيع، خليني بسط الامور قدر المستطاع. اول شيء هون اول ديجيت المفروض يكون between يعني greater than zero، وبدي اياه one digit، يعني حقول انه هي greater than zero و less than or equal nine، يعني ديجيت واحد وممنوع يكون zero. ممكن يكون 1 2 3 4 5 اتسترا لل 9، ما حكتب 10 هون لانه 10 صار في عندي اياها 2 ديجيتس. بوينت شي تايمز 10 تو ذا باور، على اي اساس بدي افكر؟ اذا كان عندي انا مثلا 24.5 هاي تكتبها، فيني اقول انه هي 2 حزيح البوينت مره واحده، يعني 0.45. هيدي ما عندها مش مكتوب حدا شيء، بس انا قادرة اكتب حدا times 10 to the power 0، لانه اذا هون حطيت times 1 ما حيفرق عندي شيء، صح؟ 24 لتصير 2، يعني انا صغرت الرقم، كل ما صغر الرقم بدي كبر الاكسبوننت، زحتها مرة حزيدها مرة. اذا كان عندها مثلا 378 هاي كيف بدي اكتبها in scientific form؟ اول شيء ما عنده بوينت، وانا بعرف انه الناتشورال نمبر كان بي كونسيدر ديسيمال لانه انا بقدر احط له بوينت 0. طيب هيدي البوينت هون تايمز 10 تو ذا باور ما في شيء، يعني تايمز 10 تو ذا باور 0. اللي حاعمله هلا انا ما بدي يكون عندنا 378، بدي رقم واحد بس يكون قبل البوينت، وبما انه منه 0 يعني فيني اكتبها 3.78. انا زحتها مرتين تو ذا ليفت، يعني حاكتب تايمز 10 تو ذا باور 2. بما انه صغرت الرقم بدي كبر الباور، يعني اذا كان عندي مثلا 0.0075 فور اكزامبل بدي اكتبها انا بساينتيفيك فورم، ممنوع بلش بزيرو، فانا مضطرة ازيحها مرة 2 3، يعني صارت 7.5، ممنوع يكون هيدا زيرو. تايمز 10 to the power زحتها 3 مرات يعني 3، بما انه كبرت الرقم بدي صغر الباور، هاي ما عندها شيء، يعني كان times 10 to the power 0. زحتها مرة 2 3 بدي صغرها، يعني اذا كنت انا على الزيرو حنزل اول مرة minus 1، تاني مرة minus 2، تالت مرة minus 3. هيك اذا بدي افكر بطريقة كتير بسيطة ما ضيع حالي. بنرجع للبي اللي كنا عم نحلها، اتفقنا بدي اوصل للساينتيفيك فورم، بس انا كيف بدي افكر كيف بدي حلها؟ هاي 2 باور ماينس 3 كان بي ريتن از 1 اوفر 2 باور 3 بلس 1، وتحت عندي 2 باور ماينس 4 انا قادره اكتبها 1 اوفر 2 تو ذا باور 4 ايكوال، وبدها تكون هيدي الداش على سوا الايكوال 1 اوفر 2 باور 3 2 تايمز 2 4 تايمز 2 8 بلس 1، هيدي ما عندها denominator انا قادرة اكتبها over 1 ما بأثر. 1 over 2 power 4 هي 16. هحل النيوميريتر بالاول، ال 1 حأعمل times 8 هون، واوكي بتقولولي انا قادرة اشتغل على الكالكوليتر حط الجواب دغري، اوكي بس بالكويز او بالاكزام وقت اللي منقول showing all the steps حشوف كلهم، يعني كلهم للستبس كيف هدي اشتغلها. ال 1 over 8 كتبتها هيك بلس 1 over 1 it can be written as 8 over 8 ما حتفرق شيء، وهي 1 over 16. حل النيوميريتر 1 over 8 plus over 8 over 8 هي 9 over 8، هون عنا 1 over 16 وصلت لكمباوند فراكشن. حقول اللي بعيد بالبعيد فوق والقريب بالقريب تحت، يعني 9 times 16 over 8 اللي بعيد بالبعيد فوق والقريب بالقريب تحت. طب 16 over 8 انا قادرة اعمل simplify، يعني هي 9 times 2 يعني 18. انا لهلأ حليت البي، هيدي مش حالة مفروض تطلع صح، بس لانه قالولي write it in the form of scientific form او scientific notation، ال 18 لفكر ما عندها point، في اعتبرها point 0. هون في عندي 2 digits بدي يكون في رقم واحد قبل البوينت، يعني صارت 1.8 times 10 to the power قد ايه؟ هاي ما عندها شيء 10 power 0 المفروض. طيب انا زغرت الرقم كبر الباور، بما انه زحتها مرة ححطها 1،
يعني هلا المفروض يطلع الجواب عندي 1.8 times 10 to the power 1. وين السؤال؟ هيا 1.8 times 10 to the power 1.